مسائيات المستقبل نبدأها بالعناوين مع لينا دوفا. مساء الخير في العناوين. على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة. الحريري يسحب فتيل التباينات بشأن مهل المغتربين، والحكومة تقر إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في عكار وبعلبك الهرمل وجبيل وكسروان. التقينا بسعادة المدير العام وعد يساعد بموضوع حل الرواتب. اعتصامات متنقلة لمياومي الكهرباء للمطالبة بتثبيتهم ودفع الرواتب المتأخرة. ضرورة التصدي للعبث الصهيوني الهمجي في القرن 21. إعلان الأزهر، عروبة القدس أمر لا يقبل العبث بها، وتحذير للإدارة الأمريكية. شو عملت؟ بشجاعتك فيك تمنع انتهاك حقوق الإنسان. شو بيك؟ تعلمون. شو بيك؟ تعلمون. بس من سابع المستحيلات تقدري توقفي شبكة للإتجار بالبشر. أمنك الشخصي فيك تعمله، بس الأمن العام، الأمن العام هو بيعمله. اليوم صار فيك تستخدم أي بطاقة مصرفية بمراكز الأمن العام وتساهم بتحسين الأمن وتطوير الإدارة. سحب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فتيل الاشتباك قبل أن يقع بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، فجنب بذلك لبنان المزيد من التوتر بتحويل طلب تمديد التسجيل للمغتربين إلى اللجنة الوزارية ليلعب بذلك دور صمام الأمان بين مختلف القوى السياسية كما وصف الأمر أحد الوزراء. الرئيس الحريري الذي قال لسنا فريقا سياسيا واحدا وهناك وجهات نظر مختلفة، أتمنى على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية لأن هناك أمورا لها أولويات وتتطلب حلولا قبل الأخرى، وخلافا لأجواء التصعيد جعل الحريري من الجلسة الوزارية منتجة بإصراره على إقرار إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في عكار وبعلبك والهرمل وجبيل وكسروان. وسيكون الوزير معين المربي ضيف النشرة ليتحدث عن هذا القرار وأهميته وانعكاساته على أبناء عكار. وعقب الجلسة التقى الرئيس الحريري بالوزير ملحم رياشي بحضور الوزير غطاس خوري. رياشي وصف نتائج اللقاء بالإيجابية. ومن بيروت إلى طرابلس انتقل الحريري ليقدم واجب العزاء للوزير محمد كبارة، فيما كان لافتا الاستقبال الذي لقيه في عاصمة الشمال. البداية من جلسة مجلس الوزراء حيث لعب الرئيس الحريري دور صمام الأمان بسحبه البند المتعلق بتمديد مهلة التسجيل للمقيمين في الخارج للانتخابات النيابية. التقرير لمها ظاهر. كل الأجواء التي سبقت جلسة مجلس الوزراء أوحت بتشنج سيلف الجلسة عنوانه البند 24 من جدول أعمال من 71 بندا، فمشروع القانون الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل لجهة تمديد مهلة التسجيل للناخبين المقيمين في الخارج إلى 15 من شباط أثار ردود أفعال متباينة بين مؤيد بشكل تام أو مؤيد مع الإقرار بصعوبة الأمر ومعارض. كيف التيار يلي هو الوحيد ممدد للمجلس النيابي يطلع اليوم انه لانه عم بيطالب بتطبيق القانون بده ياجل الانتخابات؟ وزير التربية المقاطع لجلسات مجلس الوزراء والذي حضر متأخرا ليسجل موقفا ضد البند 24 طلب خلال الجلسة تقريب موعد مناقشة البند، فما كان من الرئيس الحريري إلا أن سحبه محددا موعدا للجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب لبحثه الاثنين المقبل. في تقنيا في صعوبة جدية بأنه ينام، بس إنه ما في يقول مستحيل، في يقول إنه مناقش اليوم. موقفنا إنه أي فتح لعملية تعديل على قانون الانتخابات بتشكل خطر على إجراء هذه الانتخابات لمصرين إنها تصير بوقتها المحدد، وبالتالي ما حنوافق. وما قام به الحريري كان مهد له في بداية الجلسة بالقول إن من يسمع ما يصدر في وسائل الإعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء يعتقد في قرارة نفسه بأن هناك مشكل معقد فيما بيننا وأننا على خلاف مستعصٍ ولا نتكلم مع بعضنا البعض، ولكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما، قال الحريري. فمجلس الوزراء
يناقش أمورا وقضايا عديدة ويأخذ قرارات تهم تسيير أمور الناس والبلد. نحن لسنا فريق سياسي واحد، وهناك وجهات نظر مختلفة، ولكن ما يصدر في الإعلام بهذه الطريقة لا يصب في مصلحة الناس ولا يخدم البلد. وفي اعتقادي أن هناك أمورا لها أولويات وتتطلب حلولا قبل الأخرى، وأتمنى على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة، وكل الأمور المطروحة يمكن إيجاد حلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات التي تؤدي إلى ردات فعل من هنا وهناك. وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين أثارت موضوع مضايقات بحق المحجبات أثناء تقدمهم للوظائف. دولة الرئيس طلع تعليم أنه ممنوع يكون في أي تمييز بالوظائف ضد المرأة أو الصبايا المحجبات. مجلس الوزراء كان بحث بندا أولا على جدول أعماله يتعلق بالنفايات، فأكد على توسيع مطمر الكوستا برافا، إضافة إلى تكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس كما هو مقرر. كما أرجأ المجلس تعيين حراس أحراش بعدما سحب الملف وزير الزراعة لدراسته بشكل معمق أكثر. رفض تعيين 106 من حراس الأحراش وبدون يعينوا 58 أنصل فخم. معقول يعني أنا اقترحت تجميد أي تعيين هلأ للانتخابات. وأما موضوع إعفاء نادي الأنصار من رسوم البلدية أرجئ لدرسه أكثر على أن يتم تعميم الدراسة على كافة الأندية. مجلس الوزراء أقر فتح فروع جديدة لكليات ومعاهد في الجامعة اللبنانية في محافظات عكار وبعلبك الهرمل وكسروان جبيل، إضافة إلى كلية العلوم البحرية في البترون. وتعقيبا على قرار مجلس الوزراء، شكرت كتلة نواب عكار الرئيس الحريري ووزير التربية مروان حمادي ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب على جهودهم للوصول إلى هذا الإنجاز. وأكدت كتلة نواب عكار متابعتها ملف بناء الصرح الجامعي في عكار لتكتمل فرحة أبناء المنطقة بجامعتهم اللبنانية. تعليقا على القرار ينضم إلينا هنا في الاستوديو الوزير معين المرعبي. يعطيك العافية مع الوزير. الله يعني عافيك. كيف تابعتوا مجريات الجلسة اليوم؟ كيف كان المناخ والقرار بالنسبة للجامعة اللبنانية؟ شو دلالاته؟ يعني نحن اليوم أول شيء بالنسبة لنا هذا تاريخ يسجل، ويوم فرح عظيم لكل العكاريين، وشكر كبير لله سبحانه وتعالى وللرئيس الحريري اللي أصر اليوم أنه يحطوا خارج جدول الأعمال ويتم أقراره. عكار تستحق، بعلبك الهرمل تستحق، وجبال كمان تستحق. نحن خرجنا من عهد وأيام مظلمة ومن أيام حقيقة لا يمكن للطالب العكاري أن يتعلم. اليوم صار فينا بعهد الرئيس سعد الحريري بنقدر نبعث أولادنا على الجامعة الوطنية بقلب عكار، وهذا نضال نحن صرنا 15 سنة يمكن من ناضل بأجله. تنويه أنه نحن بال2009 ست بهي الحريري ساعدتنا وقامت يعني بدعمنا بموضوع إنشاء الشعبي لأول مرة بعكار بتكملية حلبة بهداك الوقت، واليوم الرئيس سعد الحريري إن شاء الله يعني بعكار أقر موضوع الفروع بكل هالمناطق هذه، وسيتم إنشاء الفرع بمركز الزراعة، ما يعرف بمركز الزراعة ببنين العبدي بعكار. شكر كثير يعني كبير حقيقة للأمر. مفترض حسب في مباني موجوده، نحن لو يعني اردنا اذا سرعنا الموضوع بنقدر نحن بالموسم الجاي، موسم الدراسي الجاي باذن الله، بنقدر نشغل كليتين او ثلاث كليات باذن الله بعكار. ما بعرف شو وضع الله. كم كليه يعني؟ كم كليه تقريبا؟ خمس كليات وفروعية كاملة. يعني كان في عنا شغلة مشكلة هي بتعلق بشعبة العلوم، تم اقرار فرع كامل للعلوم، وهذا انجاز ومطلب كتير كبير لعكار تحقق.
وهيكليات يعني معاليك حيكون في إلى كادر تعليمي وحتبلش نستقبل الطلاب أكيد طبعاً من طبعاً 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 يعني هذه موسم الدراسي المقبل طبعاً يعني إن شاء الله نحن منقول إنه إن شاء الله بالموسم الجاي بهالمباني الموجودة بطبيعة الحال بهالفترة هيدي بنقدر نحن نبلش بكليتين مينيموم أو ثلاثة بالنسبة لهذا الموضوع بنقدر نبشر إن شاء الله طلابنا وتلاميذنا اللي ما عندهم الإمكانيات المادية إنه يتنقلهم بين طرابلس وعكار وبالعكس انه يقدروا يتعلموا بقلب الجامعه الوطنيه بقلب عكار وما يحطوا 5 ساعات على الطريق ويستهلكوا جهودهم على الطرقات اسهل لكل الضيع او المناطق تمام بمنطقه عكار تماما وما في حاجه كل يوم يدفعوا 10,000 ليره لحتى يوصلوا على جامعه بطرابلس او بغيرها نعم معالي الوزير معين المرعبي بنتأمل انه يعني تتكلل جهود الرئيس الحريري بعكار وبغيرها من المناطق بالنجاح وجهودكم طبعا شكرا جزيلا لك مجددا نزل المياومون الى الشارع متنقلين بين شركة كافئة وساحة رياض الصلح وشركة كهرباء لبنان حيث اشعلوا النيران في مستوعبات النفايات احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم ربيع شنطف هكذا كان المشهد داخل حرم شركة كهرباء لبنان بعدما دخلها مياومون محتجون على عدم تنفيذ القانون القاضي بتثبيتهم وعدم تلقي البعض لرواتبهم منذ 4 أشهر من إحدى شركات تقديم الخدمات المتوقفة عن العمل وبعد أخذ ورد التقت لجنة المياومين مدير عام شركة كهرباء لبنان كمال حايك التقينا بسعادة المدير العام بعد التجمع الكبير اللي حصل برياض الصلاح وهو بطلب من سعادة المدير العام وشرحنا الموضوع تقريبا هو صار عارف كل التفاصيل وعد انه يساعد بموضوع حل الرواتب وتسريع دفع الرواتب وتأمين رب عمل جديد للموظفين اللي كانوا بشركة دباس الغير المجدد لها كافئة كمان وقفت يعني كافئة عنده مشكلة عدم دفع رواتب عن هذا الشهر نحن الموظفين اللي كنا بشركة دباس نحن صرنا بالشهر الرابع ولم يتم دفع الرواتب بعد الوعود اللي اخذتوها في تحركات ولا حتنتظروا شوي ليشوف شو الوضع لا نحن بتعرف اليوم كان في تحرك كبير بساحة رياض الصلاح والرسالة وصلت لمجلس الوزراء ولكافة السياسيين والمعنيين نحن مستمرين بأضرابنا ومستمرين بالتسكير وعطينا مهلة يعني مش اكتر من يوم لا يردوا علينا بأجوبة تحرك رياض الصلح الذي تزامن مع عقد جلسة مجلس الوزراء شهد قطعا للطريق لبعض الوقت من قبل المعتصمين الذين هددوا بالتصعيد نحن مش قطعين طرق ولا بحياتنا كنا قطعين طرق ولا ميليشيا نحن نفتخر انه ميليشيا اللي دوت الكهرباء للناس وخدمت الناس 20 عام للأسف هيك دولة شو بدك تعمل معها وكان نهار بعض المياومين قد بدأ باعتصام أمام شركة مقدمة الخدمات كافئة في الدورة وقد أصدروا بيانا دعوا فيه الرؤساء الثلاثة إلى حل قضيتهم غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط عبر تويتر قائلا البعض ذاكرته ضعيفة أو ربما يراهن على معادلات دولية جديدة أو على حسابات انتخابية كيدية أضاف مهما كان الأمر فإنني أحذر من المحاولات المتنوعة لمحاولة التهميش أو الاستفراد بالقرارات أو العودة إلى ثنائيات قديمة وختم بالقول أما وأن النظام طائفي فليكن التشاور هو الحكم في أخطر مرحلة من تاريخ المنطقة قدم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التعازي بشقيقة وزير العمل محمد كبارة في طرابلس حيث احتشد المواطنون في محيط المسجد لاستقباله مدينة طرابلس دعني شيدك إليها فخرا رحم الله الشهيد إلى قاعة جامع الوفاء في طرابلس حضر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لتقديم العزاء بشقيقة وزير العمل محمد كبارة حيث غصت القاعة بالمواطنين الذين احتشدوا محيين الرئيس الحريري بحضور حشد من الوزراء والنواب وفعاليات عاصمة الشمال
وقد غصت الطرقات المؤدية إلى الجامع بالمواطنين الذين أرادوا إلقاء التحية على الرئيس الحريري. الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري جال كذلك في طرابلس مؤكدا أن التحدي الأساس في الاستحقاق النيابي هو الإتيان بمرشحين يشبهون الناس ومسؤولين عنهم، داعيا إلى العقلانية في التنافس دون مزايدات وشعبوية. أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري من عاصمة شمال طرابلس أن الرئيس سعد الحريري هو عنوان الاستقرار، مشيرا إلى أنه يعمل ما بوسعه لبناء البلد لا سيما منطقة الشمال وطرابلس التي لها الكثير عليه. كلام الرئيس الحريري جاء خلال الجولة التي استهلها بلقاء صباحي حاشد أقامه على شرفه كل من الدكتور عمر الشامي والمختار عبد الله بقة والناشط هيثم فرحة في مطعم عكرة، ورفقه في الجولة المنسق العام ناصر عدرة. في ناس قاعده هون امنت برفيق الحريري سنه 79، الله يرحمه. رئيس الحريري اذا اهلي منن بخير يعني انا ما حكون بخير. حط بقلبه كثير، انطعن كثير، انحكى عليه كثير بالطالع وبالنازل، ولكن دل اسم سعد الحريري، وجه سعد الحريري، روح رفيق الحريري اللي مزروعة فيه دلت خط أحمر بيتزلزل بأي لحظة بقلوب كل واحد فيكم، وبابنا مفتوح، ما في باب نسكر بوش حدا. لو ما طرابلس نزلت كان السوري بعده بلبنان. فإذا هيدي المسيرة كلها بتحتم وبتقول إنه تعاضدنا، تكاتفنا، وضع يدنا بيد بعضنا هو الأساس. الشامي أشاد بالقيادة الحكيمة للرئيس سعد الحريري التي حمت لبنان ومؤسساته وأعادت البوصلة إلى الطريق الصحيح. من عاهد الأمين العام لتيار المستقبل أنه نحن الطرابلسية بالانتخابات النيابية حنكون بالآلاف مع تيار المستقبل ومع الشيخ سعد الحريري. وفي مكتب منسقية طرابلس في تيار المستقبل التقى أحمد الحريري العديد من الوفود الشعبية من سائر مناطق وأحياء المدينة، ثم زار بعد ذلك المدير الإقليمي في أمن الدولة العقيد فادي خالد بحضور النائب قاسم عبد العزيز والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء سعد الله الحمد وعدد كبير من الأمنيين وفعاليات المدينة. الحريري لبى كذلك دعوة العميد خالد مردلي إلى مأدبة غداء أقامها على شرفه، حيث أكد أن ما يجمع المستقبل مع الناس هو همومهم اليومية، لافتا إلى أن وجع طرابلس كبير وهذا يحتاج إلى تكاتف وتعاضد وعمل من أجل الناس وليس العمل ضد أحد. وقال إن التحدي الأساس في الاستحقاق النيابي المقبل هو الإتيان بمرشحين يشبهون الناس ومسؤولين عنهم لا عليهم، وكل المطلوب اليوم عقلانية في التنافس دون مزايدات وشعبوية، وحليفنا اليوم هو الناس، مؤكدا استحالة التحالف مع حزب الله في ظل الخلاف السياسي والاختلاف في المبادئ. ثم انتقل أحمد الحريري إلى مسجد الوفاء حيث قدم واجب العزاء إلى وزير العمل محمد كبارة ومستشار الرئيس الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة بوفاة شقيقتهما. وتخلل الجولة زيارة إلى منزل صلاح الحلبي اطلع في خلالها على الوضع التجاري في المدينة، وزيارة مماثلة إلى منزل بلال برنار في مدينة الميناء حيث ألقى كلمة نوه فيها بدور الميناء والتكامل الاقتصادي بينها وبين طرابلس، وتطرق في حواره مع الحضور إلى متانة العلاقة مع المملكة العربية السعودية والدول العربية، مشيرا إلى أن ما يبثه بعض الإعلام المغرض من شائعات هدفه زرع الفتنة. واختتم الحريري جولته بتلبية دعوة رابطة آل هرموش إلى عشاء تكريمي أقامته على شرفه بدعوة من أبو راشد هرموش. تيار المستقبل حيبني تحالفاته المنسجمة مع الناس بتشبهه. اليوم مرحلة بالنسبة لنا مرحلة صمود، ونحن مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى وبديننا وبتعاليمنا، نقتنع أن الظلم ما بدوم وما فينا نجابه بسياسة الانتظار. سياسة الانتظار يعني سياسة الهريان، سياسة التسويات المرحلية هي اللي منقطع فيها المرحلة. نلتقي بدينامو الحركة التي لا تهدأ، نلتقي بأخ عزيز كريم يجول في كل المناطق اللبنانية يحمل هم لبنان ويحمل هم المسلمين ويحمل هم هذه المناطق المحرومة المظلومة.
وكانت كلمة لرابطة آل هرموش تم التشديد فيها على تأييد خط تيار المستقبل بقيادة الرئيس سعد الحريري والمطالبة بإنصاف الضنية إنمائيا. مناخيا وتحسبا لاشتداد أحوال الطقس مع ما يمكن أن يؤدي إلى قطع طرقات بسبب الجليد وتراكم الثلوج، دعا وزير التربية مروان حمادي مديري الثانويات والمدارس والمهنيات في المناطق الجبلية إلى اتخاذ الموقف المناسب حيال إقفال مؤسساتهم بعد التنسيق مع البلديات وقوى الأمن في النطاق الجغرافي لكل مؤسسة تربوية، على أن تحاط المراجع التربوية في الإدارة المركزية بالوقائع المستجدة. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. التجاذبات السياسية تتحكم بالانتخابات العراقية، والاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعلنها منطقة عسكرية. اعتبر البيان الختامي لمؤتمر نصرة القدس الذي نظمه الأزهر الشريف أن القرارات الأمريكية حول مدينة القدس فاقدة للشرعية القانونية والتاريخ. أما البابا فرانسيس فأكد أن بوضع دولي للقدس تضمنه المجموعة الدولية هو الحل الوحيد للحفاظ على هوية وقيمة ورسالة القدس الفريدة مكانا للسلام. عام 2018 هو عام نصرة القدس، هذا ما أكد عليه إمام الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب داعيا إلى تحرك سريع لوقف تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس الشرقية. ولفت إمام الأزهر في البيان الختامي لمؤتمر نصرة القدس وشارك به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لفت إلى أن القرار الأمريكي سيغذي التطرف العنيف إذا لم يتم التراجع عنه فورا، معتبرا أن القرارات الأمريكية فاقدة للشرعية القانونية والتاريخ الذي يؤكد على أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين المحتلة، مضيفا أن الإدارة الأمريكية انحازت للاحتلال علما أن عروبة القدس ثابتة منذ آلاف السنين. حسب هذا المؤتمر أنه يدق من جديد ناقوس الخطر ويشعل ما عساه قد خبى وخمد من شعلة العزم وأوار التصميم وما استقر عليه أمر العرب والمسلمين والمسيحيين وعقلاء الدنيا وشرفائها من ضرورة التصدي للعبث الصهيوني الهمجي في القرن 21. وفي رسالة بعثها إلى شيخ الأزهر، أمل البابا فرانسيس بوضع دولي للقدس تضمنه المجموعة الدولية وهو الحل الوحيد للحفاظ على هوية وقيمة ورسالة القدس الفريدة مكانا للسلام، ما يتيح مستقبلا للمصالحة وأملا للمنطقة من خلال عودة الحوار بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي وحل الدولتين. إلى ذلك حقق هاشتاج الأزهر لنصرة القدس أكثر من 214 مليون متابعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في ظل اهتمام إعلامي عربي وإسلامي بالمؤتمر الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في ظل التجاذبات التي تعصف بالكتل النيابية، فشل البرلمان العراقي بتحديد موعد الانتخابات فيما اعتبرت واشنطن تأجيل الانتخابات تقويدا للدستور على المدى البعيد. في الظاهر خلاف عادي بين الكتل العراقية حول الانتخابات، أما ما يدور في الكواليس فهو صراع متشعب يصل إلى خارج العراق، إذ أن شكل النتائج المقبلة ستشكل حدثا مصيريا للعراق والمنطقة. ويرى مراقبون أن الانتخابات المقبلة ستغير شكل المنطقة وتحالفاتها وأمنها واستقرارها. وفي هذا الإطار تعمل إدارة الرئيس ترامب بكل طاقتها ونفوذها على إجراء تحولات جذرية في الحكم، والتي تصر على تحويله إلى حكم مدني وإبعاد الأحزاب الدينية عن الحكم بأية طريقة. وبالطريقة نفسها تعمل إيران وبكل قوة لاستمرار نفوذها والإبقاء على جماعتها في السلطة لتنفيذ وإكمال مشروعها التوسعي الديني في المنطقة. هذا الصراع يتصدر المشهد السياسي العراقي وبأشكال متنوعة. رئيس البرلمان العراقي فشل في التصويت السري على تأجيل الانتخابات المقررة في 12 من أيار المقبل، ورفع الجلسة إلى السبت المقبل بعد مشادات كلامية بين بعض النواب ورئاسة المجلس.
المجلس، الأمر الذي دفع بنواب التحالف الوطني إلى الانسحاب من الجلسة إضافة إلى رئيس حركة إرادة. اللجنة القانونية النيابية أبدت عدم تفاؤلها بالتوصل إلى حل داخل مجلس النواب بشأن إجراء الانتخابات، مؤكدة أن البرلمان وصل إلى طريق مسدود لأن الحل بات سياسيا وليس قانونيا. وفي أول موقف علني أعلنت واشنطن دعمها بشدة إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد، محذرة في الوقت نفسه من أن تأجيلها سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد وفق تعبيرها. وتعهدت بتقديم مساعدات وتدريب مراقبين محليين وبتزويد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بمستشارين دوليين متخصصين في الانتخابات. الوضع على الحدود التركية السورية مفتوح على احتمالات شتى بعدما رفع الجيش التركي حالة تأهب إلى أعلى مستوى وأزال أجزاء من الجدار قبالة بلدة عفرين حيث تتواجد قوات كردية مدعومة من واشنطن. في إطار التحضيرات للعملية العسكرية التركية المزمع تنفيذها ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين في ريف حلب، وضعت القوات التركية المتمركزة على الحدود في حالة تأهب قصوى. الجيش التركي مهد للعملية العسكرية بإزالة أجزاء من الجدار الحدودي في 12 نقطة على الحدود التركية مع عفرين السورية، ووصل المزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى الحدود مع سوريا، وشملت ناقلات جنود مدرعة وصهاريج وقود وعربات عسكرية مدرعة ووحدات من القوات الخاصة. رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أكد أن بلاده لن تسمح أبدا بتشكيل جيش إرهابي على الحدود الجنوبية، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من واشنطن، لافتا إلى أن بيانات متناقضة صدرت عن الإدارة الأمريكية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، معتبرا أن هذا الأمر يدل على ارتباك، إلا أن عزم تركيا واضح. أما وزير الخارجية الأمريكية ريك تيلرسون أكد أن بلاده لا تعتزم إنشاء أي قوة حدودية في سوريا، ورأى أن الحفاظ على وجود عسكري ودبلوماسي أمريكي في سوريا أمر أساسي لمصلحة الأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح بتكرار الأخطاء السابقة. الوزير الأمريكي شدد على أن الانسحاب الكامل لواشنطن سيساعد نظام الأسد على مواصلة حكمه الوحشي، واصفا كل من نظام الأسد والنظام الإيراني بالأنظمة الشريرة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار. وإلى إدلب، سقط عدد من القتلى والجرحى إثر غارات ليلية استهدفت قرى الريف، وأفاد الدفاع المدني بأن روسيا استخدمت قنابل نابالم محرمة دوليا في عمليات القصف. إنسانيا، أكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 200,000 شخص من مناطق إقامتهم في إدلب منذ منتصف كانون الأول الماضي بسبب المعارك والقصف. ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة كافة أطراف الصراع في سوريا وخارجها إلى منع مزيد من العنف وتمكين المنظمات الإنسانية من إدخال المساعدات. أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله وفدا من المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري أشاد بسلوكها البناء خلال مفاوضات جنيف، وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أن ماكرون جدد دعم فرنسا لمعارضة سورية موحدة. وتابع بيان الإليزي أن فرنسا ستواصل بذل كل ما هو ممكن مع الدول المعنية من أجل التقدم نحو عملية انتقال سياسي شاملة في سوريا برعاية الأمم المتحدة. تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على مدينة جنين التي اقتحمتها واغتالت خلالها شابا تتهمه بتنفيذ عملية في الضفة وهدمت عدة منازل. سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي ألياته بعد عملية عسكرية في جنين استمرت لنحو 10 ساعات، تخللتها اشتباكات وعمليات اقتحام وهدم، وأسفرت عن استشهاد أحمد إسماعيل محمد جرار منفذ عملية صرة التي قتل فيها مستوطن الأسبوع الماضي. كذلك هدمت جرافات الاحتلال 3 منازل، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن 6 مواطنين أصيبوا بجروح خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، من بينهم إصابة وصفت بالخطيرة، كما أصيب 5 آخرين 3 منهم بالرصاص الحي. وذكرت مصادر أن أحمد جرار كشف الكوموندوس الإسرائيلي وباغتهم بفتح النار، ما أدى إلى إصابة عنصرين من كتيبة يمام المختصة باغتيال الفلسطينيين. مصادر فلسطينية أشارت إلى أن دمارا كبيرا وقع في منازل عائلة جرار المستهدفة في العملية العسكرية، حيث تم تدمير منازل الشهيد نصر جرار وأقربائه.
قوات الاحتلال أعلنت جنين منطقة عسكرية مغلقة حتى انتهاء العملية العسكرية التي وصفتها بالكبيرة، في وقت دفعت بأكثر من 120 آلية عسكرية إضافة إلى قوات خاصة. وقالت في بيان إن العملية العسكرية لم تنتهي قبل أن تعثر على جثة المطلوب، فيما اعترفت بإصابة جنديين. وأشارت مصادر محلية إلى أن شكل العملية يوحي بأن هناك من أفلت من قبضة جنود الاحتلال خلال المعركة العنيفة. وفي شأن فلسطيني متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 مواطنا من محافظات عدة في الضفة الغربية بعد عمليات دهم وتفتيش. قتل قياديان في ميليشيات الحوثي مع عدد من مرافقيهم في مواجهات مع الجيش الوطني في مدينة صعدة. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي 5 غارات استهدفت تجمعات الانقلابيين في محافظة صعدة، فيما سيطر الجيش الوطني اليمني على جبل شوكان الاستراتيجي والجبال المحيطة في محافظة الجوف. وقد تكبدت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح، وتم أسر العشرات بعد حصارهم في أحد الجبال التي تم تحريرها. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تردد عن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس خلال عام، وذلك بعدما قال رئيس الوزراء وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه يتوقع نقلها بحلول هذا الموعد. ترامب أشار إلى أن روسيا تساعد كوريا الشمالية في الحصول على إمدادات في انتهاك للعقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ التي تقترب يوما بعد يوم من امتلاك صاروخ طويل المدى قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة. أضاف أن ما تقوم به الصين تقوده روسيا. أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قلقه من تعثر المسار الفني في مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الأثيوبي هيلا مريم ديسالين في القاهرة. وقال الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء إنه يقدر ما تؤكده أثيوبيا بشأن حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، لكنه أشار إلى أن السبيل الوحيد لترجمة ما تقوله أثيوبيا هو الانتظار لإتمام الدراسات الفنية المطلوبة لتحديد تداعيات بناء السد على دولتي المصب. من جانبه قال رئيس الوزراء الأثيوبي إن بلاده لن تسمح بالإضرار بالشعب المصري، وأنها على استعداد لحل أي مشاكل عالقة في ما يتعلق بسد النهضة. قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرتي إحاطة لرئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين إماراتيتين مدنيتين كانتا في طريقهما إلى البحرين، مما يشكل مخالفة للقانون الدولي وتعريض الأمن والسلم الدوليين في المنطقة للخطر. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أظهرت بيانات الرادار التابع لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية كيف اعترضت الطائرتان الحربيتان التابعتان لقطر الطائرتين الإماراتيتين اللتين كانتا في طريقهما إلى مملكة البحرين. ونوهت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن الرحلات الجوية المغادرة من مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة والمتوجهة إلى مطار البحرين الدولي تتبع مسارات جوية معتمدة من قبل منظمات الطيران المدني الدولي، وتلك المسارات منشورة في الخرائط ودليل معلومات الطيران في كلا الدولتين. بعد الفاصل، قاتل زوجته يمثل جريمته فرميلي. وسطو مسلح على البنك اللبناني السويسري يثير الهلع في بئر حسن. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن إحكام المؤسسات القضائية والهيئات الرقابية وقراراتها يجب أن تحترم، لأن هذه المؤسسات أنشئت لإحقاق الحق والفصل في النزاعات بعيدا عن الضغوط والتشكيك بنزاهة أركانها وحيادهم. كلما أبعدنا السياسة عن عمل القضاء، كلما ضمننا تحقيق العدالة والمساواة ومنعنا أي تأثير على ضمائر القضاة أو تجاوز للقوانين. هذا ما أكده رئيس الجمهورية ميشيل عون خلال استقباله رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري وأعضاء مكتب المجلس. عون شدد على أن أحكام المؤسسات القضائية والهيئات الرقابية وقراراتها يجب أن تحترم، لأن هذه المؤسسات أنشئت لإحقاق الحق والفصل في النزاعات بعيدا عن الضغوط والتشكيك بنزاهة أركانها
وحيادهم. ودعا الرئيس عون إلى أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة مستندة فقط إلى النصوص القانونية التي لا تحتمل أي تأويل. وكان رئيس مجلس شورى الدولة القاضي خوري قدم لرئيس الجمهورية التقرير السنوي عن أعمال المجلس عارضا لحاجاته وضرورة زيادة عدد القضاة الإداريين فيه لتأمين القيام بمهامه بفاعلية. القضاء والعدل كان أيضا محور لقاء الرئيس عون مع رئيس لجنة التعاون الدولية لكتابة العدل في الاتحاد الدولي لكتاب العدل فرانز ليوبولد ورئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان جوزيف بشارة على رأس وفد، وذلك بحضور وزير العدل سليم جريصاتي. الرئيس عون لفت إلى أهمية عمل الكتاب العدل ومسؤوليتهم والبعد القضائي لدورهم، مؤكدا الاستعداد لدعم الإجراءات الآيلة إلى الارتقاء بعملهم إلى مستويات أعلى وتأمين مشاركتهم في الاتحاد الدولي. بحث السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في المؤتمرات المقبلة لدعم أمن وازدهار لبنان، مؤكدا أن بريطانيا هي أحد أكبر الداعمين للبنان من حيث شراكتها الأمنية والمساعدات التي تقدمها. بحثنا في آخر التطورات الأقليمية، حيث جددت للرئيس الحريري التأكيد كما أن بريطانيا تعلق أهمية كبرى على سياسة لبنان بالنائب بالنفس من أجل ضمان الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. ناقشنا أيضا مسألة الانتخابات النيابية المقبلة التي يبقى من الضروري جدا أن تجري في موعدها المحدد في السادس من أيار المقبل. وقد أكدت للرئيس الحريري كرئيس لتيار المستقبل الرغبة في تأمين العدد الكافي من النساء المرشحات على لوائح التيار من أجل ضمان زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، وأعلم أن هذا الأمر يتمناه اللبنانيون. وقد سعدت بسماع تأكيد دولته بأن تيار المستقبل يعمل لتحقيق نسبة 30% من المرشحات النساء على لوائحه. في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نائب إبراهيم كنعان بحضور وزير الإعلام ملحم رياشي. كنعان أكد أن المصالحة باقية واستراتيجية وتتخطى التنافس والتحالف، وذكر بما ورد في ورقة التفاهم مع القوات أنه في حال الاختلاف يتم التنافس من دون إلغاء. نحن استكملنا بجدية مطلقة والمصارحة تامة المحادثات اللي بدأناها، ما في ولا ملف محرم علينا، يعني عندنا حريتنا الكاملة انه عم نفوت بكل الملفات، عم نشوف وين في امكانية تفاهم، وين في امكانية تعاون عم نثبتها، وين لا عم نحط اسس وآلية عمل حتى ما يكون هذا الامر لا متفجر ولا عملية يعني متوسع حتى يطال ملفات اخرى. هذا اما بما يتعلق بمستقبل التفاوض اللي عم يحصل هلا انعكاسه على التحالفات الانتخابيه، احسن ما تتعذبي وتساليني، انعكاسه على الملفات السياسيه كمان احسن ما تتعذبي وتساليني، هيدا كله سوا ماشي بالطريق الصحيح. اكد عضو كتله المستقبل النائب محمد الحجار ان الازمه بين الرئيسين عون وبري تنعكس سلبا على الوضع العام في البلد، مشددا في مقابلة مع برنامج كلام بيروت على ضرورة وقف التجاذبات لتسهيل عمل الحكومة. هذا المشهد غير مريح، هذا المشهد السياسي اللي عم نشوفه اليوم هو مشهد غير مريح للبلد. يجب وقف هذه الحملات، وقف هذه التجاذبات، والذهاب إلى ما يفيد المواطن اليوم. الرئيس الحريري عم بيحاول أو بده يحاول أنه يقدم شغلات معينة وأفكار معينة لحتى يقدر يوصل إلى حل، لأنه في مشكلة، في مشكلة عم نحكي فعليا، في مشكلة بس صرنا عم نخاف، في خوف موجود عند الناس بأنه هذه الاشتباكات، هذا المشهد اللي عم نشوفه اليوم، أنه التوتير اللي عم يرافقه أنه يروح لمحلات أكثر وأكثر بتستبع أو بتنعكس ضررا على وضع البلد بشكل عام ووضع الحكومي، قلق من المشهد السياسي واستمراره وتعميقه أكثر. هذا نعم عندي هذا القلق، لأني بخاف انه هذا ينعكس مشاكل سياسيه ومشاكل طائفيه اكثر واكثر اكثر حده. بس بتقولي لي قلق على اجراء الانتخابات، بقول لك لا، لانه بعرف تماما بانه الرئيس سعد الحريري يريد ان تكون هناك انتخابات في موعدها المحدد. بحث قائد الجيش العماد جوزيف عون مع السفير السعودي في لبنان وليد اليعقوب بحضور الملحق العسكري العميد سلامه المصلوخي في الاوضاع العامه في لبنان والمنطقه.
وكان اليعقوب زار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن الذي أشاد بدور المملكة التاريخي في دعم لبنان وشعبه وترسيخ السلم الأهلي ومسيرة الإعمار، مشددا على أن اللبنانيين جميعا يتطلعون إلى استمرار هذا الدور وإلى تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية. لمناسبة الذكرى المئوية لولادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، زار رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيور الموجود في القاهرة ضريح الرئيس الراحل في منطقة كبري القبة في القاهرة لتلاوة سورة الفاتحة عن روح الرئيس الراحل ودون كلمة عنه في سجل الزوار. قاتل ظريف زيدان يسرد كيفية قيامه بذبح زوجته ودفنها في منطقة رميلي بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية. خيانة صعبة واللي عملته أنا مش صح، أكيد منه صح، بس ضغط الظروف، البيئة اللي عايشين فيها، المجتمع، العادات، التقاليد، ما قدرت يعني ما قدرت تكون واقف مع شخص وهو عارف انه مرتي عم تعمل 1-2-3 او بنت خالتي عم تعمل غلط. هي الخيانة إذن التي دفعت بزوج بأن يقوم بذبح زوجته بسبب العادات والتقاليد المجتمعية بعد اعترافها بفعلتها بحسب قوله. هو فادي العجمي الذي كان قد دفن جثة ابنة خالته وزوجته ظريفة زيدان قرب شاطئ الرميل قبل مدة قصيرة، يقوم اليوم بتمثيل جريمته وبسرد ما جرى أمام ممثلين عن الأجهزة الأمنية والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نادر منصور والرائد مازن الصايغ وضباط من قوى الأمن الداخلي. كبرت خيي عشان كان كثير يستفزني بهذا الموضوع، انه مرتك عم تعمل، مرتك عم تساوي، مرتك عم تشيل، يعني كانت الامور كثير ضغط علي من اصحابي من معارفي من قرايبيني، يعني الله يرحمها، بس كانت كثير جابت لنا العار بالعائله. الله يرحمها، الله يرحمها. حجة فادي التي بنى عليها روايته كانت نقضتها معلومات أمنية يوم الكشف عن الجريمة والتي أشارت إلى أن الضحية كانت هددته بكشف زواجهما غير الرسمي ليقوم هو بذبحها. أمام هاتين الروايتين يبقى للقضاء ميزان الحكم على ما قام به الزوج بحق زوجته. تعرض البنك اللبناني السويسري في بئر حسن للسرقة، وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صور من الداخل يظهر إطلاق النار وحالة الهلع داخل المصرف خلال عملية السرقة. عقدت الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي جلستها الثانية. التقرير لباسل الخطيب. عقدت الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي جلستها الأولى بعد انتخاب هيئة المكتب برئاسة شارل عربيد وحضور نحو 60 عضوا من 61 يشكلون الهيئة للبحث في أمور داخلية وانتخاب اللجان. وأوضح عربيد أن المجلس يضم 8 لجان وسيتم استحداث لجان البيئة لأن البيئة موضوع أساسي في الاقتصاد وفي المجتمع اللبناني وللمجلس رأيه فيها، ولجنة للشباب لأن هناك هجرة وبطالة ودخول الشباب إلى الشأنين العام والاقتصادي، ويجب أن يكون لهم لجنة تعبر عن أفكارهم وهواجسهم، وهذا من صلب عمل المجلس. ولفت إلى وجود أوراق عمل في المجلس تتعلق بالدراسات الاقتصادية المطروحة وبدور المجلس، وسيتم إصدار أوراق أو دراسات في هذا الشأن، وستتم مواكبة دراسات أخرى يتم إعدادها في البلد في الأشهر الستة المقبلة ليلعب المجلس دوره الطبيعي لكونه مساحة للتفكير ولإبداء الرأي. وردا عن سؤال عن التعاون مع شركة ماكنزي، قال من الطبيعي أن يكون المجلس شريكا أساسيا وفاعلا في أي دراسة اقتصادية لها علاقة بمستقبل لبنان، وسيتم التعاون مع كل الدراسات التي ستطرح على المجلس. وأوضح أن المجلس سيعمل كحلقات ضغط وتأثير وسمع من كل الأطراف السياسيين استعدادا لمساعدته ودعمه لأنه حاجة للبلد ولأننا في وضع مأزوم اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وحتى شبابنا. في حضور ممثلة السفارة الألمانية في لبنان رئيسة قسم الثقافة والاقتصاد والدراسات في السفارة هندية فرح، جرى في جامعة رفيق الحريري في المشرف الإطلاق الرسمي للحاضن اللبناني للابتكار وريادة الأعمال
ماريا جوبرت ماير وتوقيع اتفاقية الشراكة بينه وبين الجامعة. ممثلة السفارة الألمانية هناك هنأت أسرتي الحاضن اللبناني الألماني وجامعة رفيق الحريري على توقيع هذه الشراكة، متمنية لهم التوفيق بما يسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين على المستويات العلمية والأكاديمية والاقتصادية. ونصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع كارولا نقاش. مساء الخير، نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع عملاق صناعة الإلكترونيات أبل يلي بتتوقع أنها تدفع ضرائب بقيمة 38 مليار دولار عن أموالها النقدية بالخارج ويلي بتبلغ 250 مليار دولار، وذلك جراء التغيرات يلي طرأت على نظام الضرائب الأمريكية. من ناحية تانية عم تخطط الشركة إلى بناء مجمع جديد بالولايات المتحدة من شأنه يأمن 20,000 وظيفة جديدة. كما بتعتزم أبل ضخ استثمارات بالاقتصاد الأمريكي بتبلغ قيمتها 350 مليار دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة. وننتقل إلى شركة صناعة السيارات السويدية فولفو يلي عم تسعى إلى رفع حصتها بالسوق التركية من خلال افتتاح خط إنتاج إلى بتركيا. أعرب رئيس الشركة عبر تصريح له عن ارتياحه للتعاون مع السوق التركي، حيث أنه بشكل قيمة كبيرة وغنية بالنسبة للشركة، كما وأنه الانتاج بتركيا مربح لامتلاكها بنية قوية للإمدادات. ومننهي من الصين، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نمو بحوالي 6.9% خلال العام 2017 ليفوق بذلك ليس فقط توقعات المحللين بل أيضا التقرير السنوي الرسمي لبكين ويلي استهدف نمو بنسبة 6.5%. هالتسارع بالنمو يعد الأول للاقتصاد الصيني من العام 2010. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة. صفحة الأحوال الجوية مع كريستال. بونسوار. لليوم الثاني مكمل تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق أوروبا الشرقية، تيأثر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي إلى البحر الأبيض المتوسط ويؤدي إلى طقس ماطر وبارد. تفاصيل أكثر عن طقس لبنان بنشوفها بعد جولة على الدول العربية. بنبلش جولتنا مع القاهرة 19، تونس كمان 19 درجة، 17 درجة بالرباط. 18 ببغداد، 8 بدمشق، 16 درجة بالقدس. والختام عم بيكون مع الكويت 24، الدوحة 23 والرياض 25 درجة. نوصل لطقس لبنان، مثل ما ذكرنا بكرة بيكون في عنا طقس غائم ماطر وبارد مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة تتوصل أقصاها على الساحل لل 15 درجة أما أدناها لل 5 درجات. بالنسبة للرطوبة بتسجل أقصاها 80%، أما سرعة الرياح بتوصل لل 45 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم تتراوح بين 3 و 9 درجات، أما بالداخل عم تسجل أقصاها 11 درجة. جولتنا اللي بتاخدنا من الشمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش جولتنا من الشمال مع عكار 16، 17 بطرابلس، 3 بالارز، 14 درجه بالكوره. 13 بالهرمل، 12 بالقاع، 4 ببعلبك، 6 درجات برياق. بنكمل على جبال 11، 2 بميروبا، 13 درجه بجونيا ببعبده. بيروت كمان عم توصل فيها الحراره ل 13 درجه وطقسها بيكون غائم وماطر وبارد. 12 بزحله، 13 بشتوره، 12 بعنجر، 14 درجه بمشغره. جدين 14، 10 برشيه، 14 درجه بمرج عيون وببنت جبال. والختام عم بيكون مع بيت الدين 9 والمناطق الجنوبيه صيدا سور وقانا و15 درجه. مثل ما ذكرنا لبكره عم بيكون في عندنا طقس غائم وماطر وبارد بفتره الصبح، ترجع يتحول خلال فتره بعد الظهر الى صحو، بس بضل في عندنا انخفاض بدرجات الحراره تتوصل اقصاها لبكره جمعه ل 13 درجه اما ادناها لل 10 درجات. بالنسبه للويك اند عم بيكون في عندنا ارتفاع بدرجات الحراره تتسجل اقصاها نهار السبت 17 درجة، أما بالنسبة لنهار الأحد بتتراوح بين 13 وال 20 درجة. عم بيكون في عنا تساقط ثلوج ابتداء 900 متر، أما منحذر من تكون طبقات من الجليد خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية ابتداء من علوت من 100 متر. أما بمنطقة الأرز الحرارة عم تتراوح بين 9 درجات تحت الصفر وال 3 درجات. هذا كان كل شيء لليوم، ما تنسوا شو ما كان طقسكم المفضل، لاقونا على طول على المستقبل. We'll be right back.
في ختام مسائية المستقبل، هذه قراءة ثانية للعناوين. على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة. الحريري يسحب فتيل التباينات بشأن مهل المغتربين. الحكومة تقر إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في عكار وبعلبك الهرمل وشبيل وكسروان. التقينا بسعادة المدير العام وعد يساعد بموضوع حل الرواتب. اعتصامات متنقلة لمياومي الكهرباء للمطالبة بتثبيتهم ودفع الرواتب المتأخرة. ضرورة التصدي للعبث الصهيوني الهمجي في القرن 21. إعلان الأزهر، عروبة القدس أمر لا يقبل العبث وتحذير للإدارة الأمريكية. في الختام نشكر حسن متابعتكم النشرة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.